القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. على قدم وساق تسير الاستعدادات اللوجستية لمهرجان انطلاقة حركة فتح في ساحة السرايا وسط غزة. هنا توضع اللمسات الأخيرة للمنصة الرئيسية التي تتزين بإحدى واجهات المسجد الأقصى. المنصة بدأ العمل فيها من يوم عمليا من يوم السبت الماضي، وهي يعني مساحة مسطحة، يعني مساحتها 250 متر مربع تقريبا، 25 متر في 10 متر و20، يفترض انه تتسع لاكثر من 80 شخص على المنصة، مع الاخذ بعين الاعتبار الاهتزازات المتولدة عن حركة الاشخاص والفرق الموسيقية. مجموعة من المهندسين والفنيين للتجهيزات الخاصة بالبث التلفزيوني الذي ستتولى فضائية فلسطين الإشراف عليه قبل توزيعها ترددات البث على وسائل الإعلام. احنا عندنا أكثر من 60 كادر الآن هو موجود على الأرض فعليا، من 10 أيام بيشتغل على الأرض بشغل ميداني. جهزنا مواقع رئيسية لنقل الاحتفال موجودة في داخل السرايا، وجهزنا كمان مواقع إضافية أخرى على الأبراج، وجهزنا استوديو تحليلي في حال حدوث أي خلل لا قدر الله في أي وحدة بث. عندنا وحدات إضافية بتشتغل كباكب موجودة على حتى نضمن استمرارية التغطية الإعلامية للاحتفال. طبعا حب نوهان أنه هو تلفزيون فلسطين هو التلفزيون الوحيد اللي حيتم من خلال شاشته تغطية هذا الاحتفال وهذا المهرجان الجماهيري. هنا يجري استكمال التدريب لمجموعات النظام التي ستتولى مهمة دخول وخروج الجمهور بسلاسة ومن دون عقبات. ضيوف فلسطينيون وعرب من مصر والأردن وتونس والجزائر يتوقع مشاركتهم في المهرجان، إضافة إلى عدد من فلسطيني الشتات في الدول العربية والأوروبية. هناك استعدادات ضخمة من الجميع، جميعنا مهيئين لهذه الظروف. احنا نتمنى في هذا اليوم أن يكون يوما رائعا جميلا يعبر عن أصالة وعروبة وعمق هذه الحركة وجذورها الضاربة في الأرض الفلسطينية. حركة فتح حركة عملاقة وكبيرة، عمرها نصف قرن الآن. حركة فتح التي منعت من تنظيم مهرجان انطلاقتها خلال سنوات خلت، تبدو أكثر حرصا على إظهار احتفاظها بشعبيتها في قطاع غزة من خلال مهرجان انطلاقتها وفقراته المتعددة. سيشمل البرنامج كلمة للسيد الرئيس، ستكون مباشرة من رام الله على فيديو كونفرنس، سيليها كلمة المركزية لحركة فتح سيلقيها أحد الأخوة من أعضاء اللجنة المركزية المكلفين من قبل السيد الرئيس. ستحتفل على فقرات فنية وغنائية تابعة في فرقة العاشقين التي ستصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى قطاع غزة، وأتوقع أنها الآن هي في معبر رفح، لا أعلم بالضبط. وسيكون هناك كلمة للقوى الوطنية والإسلامية، سيقوم بتلاوتها أحد الأخوة المكلفين من الهيئة التابعة للقوى الوطنية في قطاع غزة. الاستعدادات الفنية واللوجستية لمهرجان انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة في اللمسات الأخيرة. المواقف السياسية المتوقع أن يخرج بها المهرجان ظهر الجمعة تبدو الأهم بالنسبة للفلسطينيين لمواجهة التحديات المقبلة على الصعيد الداخلي وفي مواجهة الاحتلال. محمد الأصل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.